بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله بدنا نبلش بخصائص المثلث 2. خصائص المثلث 2 برضو عنا خاصية كتير سهلة وكتير حلوة اليوم بدنا نتعامل معها. أخذنا بدرس السابق خصائص المثلث 1، اليوم إن شاء الله بدنا نربط بين برضو خصائص المثلث 1 وخصائص المثلث 2 في بعض الأسئلة، فلازم يكون في عنا يعني ما ننسى الدرس الأولاني بالمرة، لأنه رح نربط بين خصائص المثلث 1 وخصائص المثلث 2 في بعض الأسئلة. بحكي لك الدرس، إذا كان في عندي مثلث قائم الزاوية ألف باء جيم، مثلث قائم الزاوية في باء، وأجا حكالي إنه أنا في عندي هنا بين ألف وبجيم، طبعا هو الوتر، في عندي منتصف رمست له في دال، وحكالي إذا أنا وصلت القطعة الواصلة بين باء ودال، قطعة واصلة بين باء ودال، حكالي إنه باء دال هي عبارة عن نص ألف جيم، هي عبارة عن نص ألف جيم، يعني إذا كانت ألف جيم عبارة عن 10 سنتي، بدل بدها تكون قديش؟ 5 سنتيمتر. طيب في إلها برهان، طبعا أنا ما بدي أدخلك كتير في البراهين ومن وين جبناها، بس رح ناخد مثال عليها عشان نشوف كيف أتعامل معها. أعطاك مثلا مثلث ألف باء جيم، أعطاني برضو عنا ألف جيم نقطة منتصف اسمها دال، أعطاني إحداثياتها سالب 1 و10، وأعطاني باء نقطة طبعا قائم الزاوية واصل بيناتهم، وأعطاني إنه باء إحداثياتها 2 و6، طلب مني المطلوب طول ألف جيم، هذا المطلوب. كيف أطلع طول ألف جيم؟ إن القاعدة اللي عندي إنه باء دال تساوي نص ألف جيم، باء دال قطعة الباء دال هي عبارة عن نص لباء جيم. طيب معناته أنا لازم أطلع أول إشي المطلوب، أطلع باء دال. باء دال شو بتحكي لي؟ باء دال بتحكي لي هي عبارة عن جذر قطعة مستقيمة فرق السينات تربيع زائد فرق الصادات تربيع، سالب 1 ناقص 2 لكل تربيع، زائد 10 ناقص 6 لكل تربيع، سالب 3 لكل تربيع، زائد 4 لكل تربيع تحت الجذر، ويساوي 9 زائد 16 لكل تربيع، ويساوي جذر 25 ويساوي 5 وحدات. هاي الخمس وحدات هاي اللي طلعناها وحدات مين؟ هاي جواب باء دال يساوي نص ألف جيم، اللي طلعتها هي 5 وحدات جواب ألف دال باء دال، معناته مضروبة بألف جيم رح تضرب ضرب 2 ضرب 2، هاي ما هاي رح تروح، إذا ألف جيم تساوي 10 وحدات. ناخذ كمان نحل كمان شغلة عليها، رح نحل تدريب 6 13 صفحة 65. تدريب 6 13 صفحة 65 ما بيختلف كتير عن المثال اللي شرحته، بس مع اختلاف الرموز واختلاف الأرقام. أعطاني مثلث لام نون ميم، أعطاني قائم الزاوية في نون، أعطاني إحداثيات نون سالب 3 و4، أعطاني إنه أنا في عندي نقطة واصلة بين لام وباء اسمها بين لام وميم اسمها باء، وأعطاني إحداثياتها 9 وسالب 1، حكالي إنه أنا في عندي قطعة واصلة بينهم، طلب المطلوب إيجاد لام ميم، المطلوب إيجاد لام ميم. أنا بعرف إنه القطعة المستقيمة الواصلة بينها باء دال هي بانون، بانون عنا هون، بانون تساوي نص لميم لام، آسفة، ميم لام، ميم لام الطويلة الكبيرة يساوي نص با با نون، معناته أنا لازم أوجد با نون، برضو بانون قطعة مستقيمة، معناته فرق السينات تربيع ناقص فرق الصادات تربيع زائد 4 ناقص ناقص 1 لكل تربيع، بطلع عندك هون سالب 12 لكل تربيع زائد 5 لكل تربيع، برضو تحت الجذر،
144 زائد 25 تحت الجذر ويساوي جذر 169، جذر 169 13 وحدة. هاي 13 وحدة مين طلعناها؟ طلعنا باء نون، معناته باء نون تساوي باء 2 مضروبة بميم لام، معناته تنين مضروبة بتلتاش ب ميم لام، ميم لام تساوي تنين مضروبة بتلتاش ويساوي لي 26 وحدة. هيك أنا بكون خلصت شرح درسنا وفكرة درسنا، إن شاء الله تكون سهلة واستفدتوا عليها. إن شاء الله بكرة بنكمل حل أسئلة الدرس وبناخد كل الأفكار الموجودة في الأسئلة.